والآن مع أخبار الرياضة نتحول فيها من جديد إلى مصطفى بدر. شكرا من جديد إيمان وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثانية والعالم الساحرة المستديرة. تأهل المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة إلى الدور ربع النهائي للبطولة العالم تحت 19 عام بعد فوزه على نظير الكولومبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الدور ثمن النهائي من المسابقة والمقامة في الأرجنتين. كان المنتخب الوطني قد أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة، كانت أمام المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة. تأهل المنتخب الفرنسي للدور ربع النهائي من كأس العالم للسيدات للكرة القدم بعد فوزه على نظير المغربي بأربعة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهم في دور 16 من المسابقة. كما صعد المنتخب الكولومبي إلى دور 8 بعد تغلبه على نظير الجامايكي بهدف دون رد. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن ضم الأرجنتيني إليغو فيلز قادما من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح توتنهام أن فيلز صاحب 19 عاما وقع على عقود انضمامه للفريق حتى عام 2029، مشيرا إلى أن المهاجم الأرجنتيني سيرتدي القميص رقم 36 مع الفريق. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مباراة في ذهاب التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مقتل مشجع لنادي أيك أثينا اليوناني. اندلعت الاشتباكات ما بين مشجعي أيك ونادي ديانامو زغرب الكرواتي قبل المباراة والتي كان من المقرر أن تقام اليوم في اليونان، ما أسفر عن مقتل مشجع للنادي اليوناني وإصابة 98 فردا من الجانبين. وبناء عليه تقرر إقامة تلك المباراة يوم السبت 19 من أغسطس الجاري. انتهت هذه الجولة مشاهدينا الكرام في عالم الساحرة المستديرة محليا وعالميا، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع هبة وإيمان. شكرا لك مصطفى.